سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، وأنت خير الماكرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المجدين
الميامين، والطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. الله أكبر.